حضرتك أشرت عفوا يعني إلى أكثر من قضية، يعني أضيف إليها قضايا خلافية عديدة، منها طبعا المعابر، رواتب الموظفين، الأجهزة الأمنية. هل تعتقد بأنه هناك نية صادقة لدى الطرفين الآن بتجاوز كل هذه القضايا الخلافية العميقة؟ شوف يا استاذ عمرو، الحقيقه يعني انا شايف انه الراي العام لديه بعض الحق في انه يعني يستقبل التطورات الاخيره بشيء من التفاؤل الحذر. بنتيجه خبرتنا في التجارب السابقه والعديد من يعني اتفاقيات المصالحه السابقه واللي افضت او كان مصيرها في النهايه الفشل، لكن انا تقديري انه في جملة من المتغيرات الحقيقة أتصور إنها تعطينا أمل كبير في إنه القادم سوف يكون أفضل فلسطينيا بالتأكيد، لأنه في تغيرات داخل حركة حماس. أتصور انتقال مركز الثقة للحمساوي إلى قطاع غزة يعني يلقي بظلاله على الجدل الداخلي في حركة حماس ومن ثم طبيعة القرار الحمساوي في هذه المسألة. وأنا تقديري أنه يعني الأرجح لدي على الأقل حتى الوقت الراهن أنه محصلة الجدل الداخلي في حماس أنه الخسائر التي يمكن أن تلحق بالحركة في حالة لم تحصل على صيغة المصالحة التي تطلبها أو تتمناها أقل كثيرا من خسائر استمرار هذا الانقسام واستمرار حماس كسلطة أمر واقع في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة الآن في القطاع، وفي ظل أيضا ما يمر بالمشروع الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة من مخاطر في ظل تروريكا إسرائيلية معروفة بتوجهاتها اليمينية وأطماعها في الأراضي الفلسطينية. بتقديري أنه محصلة هذا الجدل الحمساوي الداخلي يفضي إلى ما ذكرته سابقا وإلى يعني انحياز حتى هذه اللحظة لخيار المصالحة وإنهاء نعم. الانقسام، لكن بالتأكيد بالتأكيد هناك أطراف تغريها فكرة إعادة أو محاولة إعادة إنتاج تجربة حزب الله في لبنان، ليس بالمعنى العسكري وإنما بالمعنى السياسي، بمعنى أننا نترك الحكومة ولا نترك الدور، نترك الكرسي لكن ما نزال نحكم ونتمكن. ولعل هذا هو ما ألمح إليه الرئيس أبو مازن في حواره لإحدى القنوات الفضائية المصرية قبل يومين عندما قال أنني لن أسمح بتجربة حزب الله في قطاع غزة. بالتأكيد هناك أطراف ربما تغريها مثل هذه الأفكار، لكن أنا لا أتصور أو يعني أملي في أن هذه الأصوات أو هذه الأطراف ليست وازنة، وهي وإن كانت تعبر عن نعم بعض التوجهات إلا أنه نعم ليست هي الاتجاه المركزي الآن في حركة حماس. نعم نأمل جميعا أنه الجميع يرتقي إلى مستوى المسؤولية. أود أن ألفت نظر الجميع إلى الحقيقة إلى القاسم المشترك في فحوى حديث الرئيس السيسي للقيادات الفلسطينية وأيضا حديث السيد مدير المخابرات، واللي هي وضعت الكثير من النقاط على الحروف في هذه نعم المسألة.